كما نظمت السفارة اليمنية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مهرجانا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد الوطني 61 ثورة 26 من سبتمبر والعيد 60 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين. وفي الحفل أكد القائم بأعمال السفارة يحيى الأرياني ضرورة تلاحم القوى الوطنية والانتصار لمبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر في هذه المرحلة العصيبة. كما أكد رئيس مجلس أعيان الجالية عيدروس الفرج أن ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر كانت ثمرة نضالات وتطلعات الشعب اليمني في شماله وجنوبه وأنهت ليلا دامسا من الظلام والحرمان والجهل والتخلف. تخلل المهرجان أناشيد وطنية وفقرات متنوعة.